كما ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد المنعم إبراهيم، مدير تحرير صحيفة أخبار الخليج. مساء الخير سيد عبد المنعم. ولا شك أن هذا القانون يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية في ضمان حق المعرفة وتعزيز الإبداع والحريات الإعلامية المسؤولة. كيف ترون هذه الخطوات المتواصلة باتجاه ضمان وتعزيز حقوق الصحفيين؟ أهلا وسهلا على المداخلة. أن توجيهات جلالة البلاد الملك المفدى حفظه الله، والمنطلق من المشروع الإصلاح الكبير للمملكة واهتمام ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، هي التي وقفت بشكل إيجابي ودفعت نحو الأمام في جلسة مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على ما ذكرت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في سنة 2002 وإحالتها إلى السلطة التشريعية. هذه التوجيهات عزيزتي الأخيرة أفلدت صدور الصحفيين والكتاب والجرائد والمجلات ودور النشر، لأنهم وجدوا من يصفهم ويدعم مسيرتهم الإعلامية والفكرية لتطوير التنمية السياسية في المجتمع البحريني. وأبرز هذه التعديلات الإيجابية هي عدم حبس الصحفي في جرائم النشر، لأن ذلك يقوي مركزه ويصون حريته أثناء التعبير عن رأيه أو آراء الآخرين في المجتمع. لكن هذا لا يعني طبعا أن يتصرف الصحفيين بلا مسؤولية أو عدم مراعاة للقوانين أو الإساءة للآخرين بشكل شخصي، ولا يعني أيضا أن يكون الصحفي فوق القانون حين يتورط كشخص وليس ككاتب لجرائم أخرى أو مخالفات جنائية في المجتمع البحريني. أن هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في إقرار التعديلات على قانون الصحافة بلا شك سيكون لها تأثير كبير وإيجابي على حرية التعبير والرأي في مملكة البحرين، وسوف يجعل الصحفيين يمارسون عملهم وهم مطمئنين لسلامة حريتهم في الكتابة دون خوف من الحبس بسبب النشر. ونتمنى أن تتضمن التعديلات في القانون ما ينظم الإعلام الإلكتروني بشكل واضح ودقيق حتى لا يكون هناك لبس أو قمور أو ازدواجية في مجال الحقوق والواجبات داخل المجتمع وتجاه مؤسسات الدولة أيضا من قبل المخالطين في النشاط الإعلامي الإلكتروني. وشكرا جزيلا للاستضافة. شكرا لك السيد عبد المنعم إبراهيم، مدير تحرير صحيفة أخبار الخليج.